ومكافحة الشغب بيضربوا لنا طلق حي، بيضربون غاز مسيل كلش هواية. متظاهرين يشوفون طلقات بالرأس، حصرا يشوفون طلقات بالرأس ويوقعون. اللي قدام شفتهم بعيني 6 تقريبا. البارحة وأول بارحة بالبتاوين صار عمليات قتل هواية. البتاوين والكفاح وقريب الخلاني. اليوم هسه مسعفين فوريين 2 ودعوا هسه حاليا هسه عندهم بالنار. هسه هنا اخبار وزاره الداخليه، والله صندوق الاسكان وزاره الداخليه بالنص هسه ودعوا مسعفين فوريين 2 ووقع واحد جت طلقه براسه، وقبلها قبل 3 ساعات من شاب جت طلقه براسه استشهد راسه على الفور. اللي ينقلون الاسعافات والاهل السدوتات والتكاتك هم اكثر ناس ينقلون الجرحى. أكثر ناس يقولون جرحى. المتظاهرين وصلوا لحد الجامع اللي قبال الجمعية العصبية وديرموهم طلق حي. قنص كله قنص وطلق حي. أي أعمال تخريبية من المتظاهرين ماكو. أوكي. هذا واحد. هذا واحد.